هو ايه قصه خناقه طارق حامد مع رجال المرور بسبب مخالفه فامي؟ ويا ترى ايه قيمه المخالفه دي اصلا؟ تعال اوريكم الفيديو ونرجع نتكلم مع بعض تاني. استنى هنا، اوعى تنسى تعمل فولو ولايك واكسبلور. يلا بينا. فامي فامي ايه؟ انا راجل لسه حضرتك مش شايفني. انا بقول لك انا راجل لسه حضرتك مش شايفني، يعني انا عامل فامي بلاك يعني محدش شايفني؟ يا جدع عم عشان الشاب لا شايفني والله. لا شايف يا عم والله. هتدل عليك ايه طيب؟ مبدئيا قيمة مخالفة الفامي في قانون المرور الجديد 2000 جنيه. بس الغريب في الموضوع ده، ليه يتم تصوير طارق حامد بالفيديو وهو بيتناقش مع ضابط المرور؟ ده أمر غير قانوني. من الحد اللي صور وسرب الخلاف اللي بينه وبين راجل المرور؟ تالت حاجة، إن مفيش أصلا خناقة، هو طارق حامد زيه زي أي مواطن بيعترض لأنه يمكن مش عارف القانون. دي وجهة نظري. ترى رأيكم إيه في الفيديو وفي القصة؟ اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، وانتظروا فيديو جامد جدا عن أشهر خلافات لاعبي كرة القدم مع المرور، وكمان مين مخترع فكرة مخالفات المرور. استنوا، اوعى تنسى تعمل فولو ولايك واكسبلور.